السؤال الأولاني غاية في الأهمية، إن كل العاملين في القطاع أو في الجهاز الإداري للدولة المصرية بكل فئاتهم مدعوين إن هم ياخدوا اللقاحات خلال شهر 8 و9، زيهم زي التعليم العالي والتربية والتعليم. كل القطاع الإداري في الدولة، إحنا بنتكلم على حوالي 4.5 مليون مواطن. من ضمن الأولويات في القطاع الإداري للدولة البنوك والأماكن المغلقة اللي فيها تعامل كبير مع الجمهور، وإحنا وجهنا زملائنا بسرعة. إحنا من خلال مجلس الوزراء اللي فات كان في تعليمات من دولة رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه لكل الوزارات المعنية بأن كل الناس تسجل وتخش على الموقع وتسجل، وهتاخد اللقاح خلال شهر 9 بإذن الله. فإحنا بنتكلم على أن الجهاز الإداري للدولة عشان تنتظم أو ينتظم عملية العمل والاقتصاد مدعو أن هو زيه زي التربية والتعليم والتعليم العالي ياخد اللقاحات في شهر 8 و9. فيما يخص أن أنا لو طالب ورحت دخلت على الموقع، هو مدعو أن هو يروح مستشفى الطلبة اللي هو تبعها، وهم هيمدونا بالبيانات الولاد اللي سبق ليهم التسجيل، والمهندس أيسم من خلال التيم بتاعه يوميا هيجي لنا البيانات دي، هنصحح له التسجيل ويسجل عادي في الجامعة وياخد في مستشفى الطلبة اللقاح بتاعه، وفي الآخر هياخد شهادة الكيو آر. فهم ريدي، لازم يتوجهوا لمستشفى الطلبة في الجامعة لأن ديت اللي عندنا قاعدة بياناتها، بحيث ان هو، وده عدد مش هيبقى كتير لان السيستم عندنا كان بيدي اولويات لكبار السن. لو هو كان سجل هيدوا الاكسل شيت للمهندس ايسم، هيبعتوه في نفس اليوم، هيتم تصحيح التسجيل واعادة التسجيل ويبدأ ياخد اللقاح زيه زي غيره.